بيحصل ده شغل سياسة. هما شايفينك اليومين دول نجمك عالي ونازل الانتخابات، عايزين يلبسوك أي حاجة. لا يا هشام، أنا كنت حسيتها على طول. هي كمان مش عايزة أي حد يعرف. إعمام البنت رافعين عليها قضية إنكار نسب، فيهمها جدا إن محدش يعرف. المهم، أنت متأكد إن أنا بيت عندها ليلتها؟ في الحقيقة أنا ما أقدرش أبقى متأكد 100%، لكن عمرو الصفتي ممكن يعرف، لأنه كان صاحبها أكتر مننا. وبعدين لو كان حصل حاجة كانت سعاد هتقوله، أو يبقى عنده خلفية عن الموضوع، وهو برضه ممكن يتأكد لك بنفسه. أنا ألاقي عمرو الصفتي فين دلوقتي؟ ما عنده قناة فضائية بتاعته، قناة الالتزام، أنت ما بتشوفهاش؟ أنا ما بتفرجش على التلفزيون. دي قناة ناجحة جدا والاشتراكات نازلة عليها إيه؟ حتى أنا كل ما بشوفه أقول له آه يا ابن اللذينة، لو حد عرف تاريخك الأسود، أحد رواد السهر في الكبارهات ومتعهد حفلات، يبقى صاحب قناة الالتزام إزاي؟ تيجي إزاي دي؟ بقول لك إيه؟ أنت تروح لعمرو الصفتي وتحكي له على كل حاجة، هو هيعرف يتصرف، ده ابن جنية. أنا هدي لك الكارت بتاعه في العنوان والتليفون. اتفضل. هو ده المستوى. قناة الالتزام لازم تبقى كده. مش كفاية ان الفكرة تبقى كويسة، لازم كمان الشكل الفني يبقى على اعلى مستوى. الالتزام في الشكل والمضمون. ايه رأيك في لبسي يا مستر عم؟ هو ايوه، هو من حيث الشكل فيه اثارة، لكن ما فيهوش التزام. وانت يا سارة، ازاي تعملي حديث مع استاذ جامعه وعالم كبير وانت باللبس ده؟ ايوه احنا عايزين الاثاره فعلا، لكن كمان لازم يبقى فيه التزام. طب ازاي يا استاذ؟ هي دي المعادله الصعبه اللي لازم نحلها، مع ان حلها سهل. الاثاره بقى تكمن في ايه؟ في الموضوع، في حريه الراي، في المناقشه، في الصدق. وديني يعني مثلا عند عمرو الصبح البرنامج بتاع رجال ومواقف، يعني هتقوم بعمل ايه عند عمرو؟ انا ما شفتش اي مذيعات. ايه؟ انا برضو بتاع مذيعات. لا 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 لا، ما جالناش ولا مكالمة. بتفق معايا يا ستي على الاعلانات اللي هنزلها في القناه عنده. لازم ننتبه. اتغديت في المكتب كويس قوي. اي والله العظيم لوحدي. كل البرامج كلميهم واساليهم. لازم نصفي. طبعا شوف ايه كويس. طبعا الطريق خد اكتر من ساعه، هعمل ايه؟ الطريق كان واقف خالص والمحور عليه لجنه. نتكلم في الميتنج بتاع بكره، بس انا عايز مواضيع محدده. اتفضل، مع السلامه. ايوه يا ستي. ايوه يا مستر. بعد ما تخلصي البرنامج بتاعك بيعدي عليا. ايوه. واللمبه الحمراء وهناك. اللمبه الحمراء عليك انت برضه. خلاص خلاص بقى، لما خلص هكلمك. حاضر. انا دخلت وقعدت وشربت قهوه كمان، ده انا بكلمك ولسه ما سلمتش على الراجل. باي باي بقى، مع السلامه. يا ساتر. شديده قوي عليك. ها، ده انا بكلمها من قناه الالتزام. إيش حال لو كنت بكلمها من قناة فيديو كليب كانت عملت إيه؟ يا حبيبي كل الستات كده. أيوة سيدي، ما أنت ريحت دماغك وطلقت. خلاص نسفت حمامك القديم. بس ما جددتوش. أي حمام كده ميته دافية أوي. ها؟
ريحته معطره ابلبط فيه. اه عيني عليك. طبعا المعروف خلصني، اديك شايف العداد بيعد في البيت. ده انت مش ماشي النهارده؟ ابوس ايدك، الحكايه مش ناقصه. اديني ورق الحمله الاعلانيه انا ادرسه في البيت على مزاجي. انت عارف مين جاي النهارده؟ مصطفى الهلال. مين؟ ابن الايه؟ ده وحشني جدا. هشام رفاعي كلمني في التليفون وقال لي انه عايزني في موضوع مهم جدا. موضوع ايه ده؟ انت عارف ان هشام حريص ومركزه حساس وما يحبش يتكلم في التليفون. بس انا حسيت كده ان الهلالي عايز يقدم برنامج عندي في القناه بعد ما البرنامج بتاعه توقف في التلفزيون. يا ريت، ده يخلينا القناه في السماء. ده انا هموت عليه، واتصلت بيه كذا مره وما بيردش عليا. لا لا، لازم انا وانت نتلم عليه لغايه ما نقنعه ان شاء الله بالعافيه. وليك عليا كل الاعلانات بتاعه الشركه عندي هنزلها في البرنامج بتاعه، هاخده سبونسر. الدكتور مصطفى الهلالي. طب استني استني، انا هستخبى جنب الباب. طيب طيب خليك. اتفضل. اهلا يا دكتور. عشان تعرف بس انك نجم. وحشتني يا شاعر. اتصلت بيك كذا مره وانا عبرتني. انت عوام طيب وهتفضل طول عمرك عوام طيب. لا، احنا في قناة الالتزام. استنى فاروق. ليه مش هيعدي؟ تصدقوا اقصى ما كنت اتمناه ان اشوفكم انتوا الاثنين النهارده. اتفضل اتفضل. لا استنى، قبل ما تقعد اسمع الكلمتين دول، انا بقيت بيزنس مان، رجل اعمال، الكلام عندي بفلوس. انت هتعمل برنامج في القناه بتاعت الجدع ده، وانا هنتجهولك وابقى الراعي الرسمي. انتهى. برنامج ايه بس يا فاروق؟ انا في ايه ولا في ايه؟ انا في كارثه سودا يا اخوانا. مصطفى يا هلالي، مفيش كوارث وانت معانا. هو انا بتجيني الكوارث غير وانا معاكو؟ مالك يا هلالي؟ شكلك متضايق بجد. فاكرين يوم 11 سبتمبر سنة 1984؟ 1984؟ احنا صحيح بنعمل عندنا مسابقات في القناة، بس ما تبقاش صعبة كده. مبدئيا ده يوم عيد ميلادي، وأنا الوحيد في العالم اللي بتفائل بالتاريخ ده. أنت طبعا فاكر سعاد الصيفي. سعاد الصيفي الرقاصة؟ أه طبعا فاكر. أمال سعاد الصيفي ب 11 سبتمبر؟ 11 سبتمبر ده كان اليوم الاسود اللي انا سمعت كلامكم ورحت معاكم الكباريه يوم عيد ميلاد البيه. ايوه، ايه اللي فكرك بالحكايه دي؟ هي اللي جاتني. شفتها في ايه؟ في الحزب. سعاد الصيفي جات لك انت؟ ايوه. تجيله هو ما تجيلوش ليه؟ هو ده شويه ما هو نجم لامع اهو. يا عيني على سعاد الصيفي، حته مزه وتن في الحكايه. فاكر يا عمرو ايام السهلله؟ يا سلام على ايام السهلله. القنبله القنبله. بس يا فرقة، أنا بتكلم جد. ايه يا دكتور؟ في حد يتضايق برضه لما يشوف سعاد الصيفي؟ سعاد الصيفي جات لي امبارح بالليل الحزب، جابت لي الصورة دي. صورة مين دي؟ دي فيها منها، دي بنتها؟ ما فيهاش شبه من حد تاني. حد تاني زي مين يعني؟ بتقول إنها بنتي. ايه؟ ايه؟ بنتك ده ايه؟ لا دي مجنونة بتتبلى عليك أكيد. وبتقول لك كده ليه؟ عايزة منك ايه؟ مش عايزة اي حاجة، ما هو ده اللي مجنني. انا بس عايزكم تجاوبوني على حاجة واحدة. انا بيت معاها ليلتها ولا لا؟ انا خلصت يا عمرو. سوري يا مستر عمرو، حضرتك ما ولعتش اللمبة الحمراء. اصل ايه، انا من فرحتي بالدكتور مصطفى نسيت اقول لهم يولعوها. دكتور مصطفى، مش معقول. بعد اذنك يا مستر عمرو، ممكن استضيفك في حلقه من برنامجي؟ هتبقى حلقه هايله. الانسه جيهان من احسن المذيعات عندنا في القناه. طب يا جيهان اوكي، انا هعمل لينك مع الدكتور. اتفضل. بقول لك ايه، روحي انت دلوقتي ولا اقول لك؟ روحي وانا اتصل بيك. لا، هنتظرك في الاستراحه. ليش بقيت ريفه ولا لا؟ يا عم هو احنا كنا دارين بروحنا بنعمل ايه؟ وبعدين دي كانت اول مره تشرب فيها حشيش. حشيش؟ ها؟ انا شربت حشيش؟ يا ابني انا عمري ما شربت سجاير، هشرب حشيش؟ خلاص يا دكتور خلاص، ما تقلقش قوي كده. انت يا سيدي ما شربتش حشيش. الله، ايه يا سيدي في ايه؟ خلاص. اه طبعا، انا عمري ما شربت معاكم غير قرفه ساده.
ايوه ما هالقرفه كان فيها حشيش. قالوا لي يا جبانك صوره بنت وعايزه تلبسها لك. ما تاخدش الحكايه دي باستخفاف، المساله دي مش سهله. ما تكبرش الموضوع قوي، انا اصلا مش شايف فيها مشكله. مش شايف مشكله ازاي؟ لما هي مش عايزه منك حاجه جايه لك ليه؟ عايزه اقف جنب البنت اخد بالي منها. طب ما تاخد بالك منها، ما انت بتعمل الكلام ده مع ناس كتير قوي في البرنامج بتاعك، هيحصل ايه يعني؟ يا عم لما اقف جنب البنت وانا عارف من جوايا ان انا ابوها غير لما اقف جنب اي بنت غريبه. وايه الفرق؟ مفيش مشكله، ما هي 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 هي. ازاي؟ انت عارف البنت دي لو طلعت بنتي هتبقى دي غلطه عمر اللي مش هقدر اصلحها. طيب ما تحاول تتاكد. هتاكد ازاي؟ اعمل التحليل بتاع الدي ان ايه ده. دي ان ايه ايه وبتاع ايه يا فاروق؟ دي مصر كلها هتعرف، والراجل هتبقى فضيحته بجلاجل، وبعدين داخل على انتخابات. اسمع عمر، انت كنت قريب منها قوي، انت اللي هتقدر تجاوبني. اجاوبك على ايه؟ انا لما نمت عند الست دي حصل بينا حاجه. حصل. حصل ازاي؟ وانت كنت معانا؟ ايوه، لان انا سالتك تاني يوم قلت لك عملت ايه يا دكتور؟ قلت لي سويت الهوايل. انت انسان طيب قوي على فكره، دي اول مره اقابل فيها حد يكلمني ويحسسني اني بني ادم ليها مشاعر واحاسيس. بتفشخر. يعني كنت اقول لكم ايه؟ كنت هتفضحوني، هتمسكوني تريقه، وانتوا كل واحد فيه كلهم مصايب، انا الوحيد اللي ماليش علاقه غير بمراتي. ما هو من خيبتك. استنى يا عمر، استنى. اسمع يا درش، انا فعلا افتكرت انت ليلتها بيت عندها فعلا، حتى مراتك كانت قلبه الدنيا عليك وكلمتني بالتليفون وقلت لها انك كنت بيت عند عمرو الصفت. انا ايه اللي نايمني هنا؟ سعاد كمان سالت عليك، سالت عليك كذا مره وقلت لها انك سافرت، سافرت انت والمدام. باين سالتني لو سمحت. والله ايوه 24 شارع حضرتك عديته، البرج اللي قصادك دوت ممكن تلف وترجع تاني. مش حضرتك برضو؟ سعيدة جدا يا فندم. حضرتك مثل اعلى الجبنة كله والله. الله يخليك، اشكرك. تعرف حضرتك مفيش ولا حلقة من البرنامج بتاعك فاتتني لغاية النهاردة. اتفضل يا فندم. اتفضل. اتفضل. حضرتك طالع الدور الكام؟ 12 لو سمحت. تصدق حضرتك اللي انا طالع نفس الدور؟ انت طالب في الجامعة؟ لا أنا محرر صحفي في جريدة صدى الناس. أنت ساكن هنا؟ لا أنا جاي أعمل حوار للجورنال اللي أنا بشتغل فيه. هو رئيس التحرير هو اللي قال لي أعمله ولو إني مش مقتنع بالحوار ده، مع الراقصة المعتزلة سعاد الصيفي. طبعًا حضرتك ما تعرفهاش، بس الموضوعات دي بتخلي الجورنال يبيع كتير قوي. تعرف حضرتك أنا أمنية حياتي إن أنا أعمل حوار معاك. إن شاء الله. اتفضل يا دكتور، ده الدور ال 12. انا ظاهر كده غلطت في العماره. ليه حضرتك عايز رقم كام؟
لا هو مش الرقم، اعتقد الشارع. رحت شارع غلط. هو حضرتك عايز شارع ايه بالظبط؟ يوهو سحب الاسانسير. لا ما انا العنوان عندي في العربيه، معلش انا هنزل. طب استدعي حضرتك الاسانسير. لا ما لا 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 ما انا انزل اتريض شويه بعد ما اتفرج. باباكوا طول النهار برا، ما اتصلش بيا حتى. حتى ما راحش الحزب النهارده. باباكوا في حاجة كده مش عارفة، أنا حاسة بيه. أنا مش كان معاه موبايل كنا اطمنا عليه؟ أنا مش قادرة أفهم بابا ليه مصر ما يشيلش الموبايل؟ مش كان أحسن؟ معلش معلش، الغايب حجته معاه. مدام سعاد، حضرتك اعتزلت الرقص في سن مبكرة جدا، يعني كنت مطلوبة، يا ترى ايه سبب اعتزالك؟ بنتي نانسي كانت لسه عندها شهور وكنت عايزة اتفرغ لتربيتها. طيب جوزك ابو بنتك الله يرحمه كان سبب اعتزالك؟ انا لما كنت برقص كنت صغيرة قوي، فرحانة بالاضواء والشهرة والمجلات. ابو نانسي حبيني وانا رقاصة، قصة حب قعدت سنين لحد انا موافقت اتجوزه. هو طبعا ما كانش عاوزني اكمل الرقص، بس ما قاليش ده بشكل مباشر، يعني راجل وفر لي بيت وحياه مستقره، لقيت نفسي فيها اكتر من الرقص. ندمان على الفتره اللي اشتغلت فيها رقاصه؟ ايوه، وانا بعتبر ان دي فتره نسيتها تماما من حياتي. انا ساعات لما بفتكر نفسي وانا برقص بتكسف جدا، انا مش عارفه الجرأة دي كانت عندي ازاي. بعد وفاة جوزك ما فكرتيش انك ترجعي ترقصي تاني؟ ابو نانسي الله يرحمه احنا ما لحقناش نقعد مع بعض، مات بعد سنة واحدة ويمكن اقل من بعد ولادة نانسي. نانسي عمرها ما شافت ابوها، ولما مات الله يرحمه قررت ان اكون ام واب في نفس الوقت. دكتور مصطفى، دكتور مصطفى. نعم. حضرتك تعبان ولا حاجة؟ لا أنا الظهر غفلت كده خلاص محمد. طب تحب أستنى معاك شوية؟ لا 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 اتفضل خلاص أنا كويس خالص متشكر. ممكن تسيب عربيتك وأوصلك بعربيتي؟ شكرا جزيلا. طيب حضرتك وعدتني بالحوار، أنا اسمي لطفي عبد الحكيم وما تنساش. حاضر يا أستاذ لطفي. أعدي على حضرتك في الحزب بكرة؟ أه إن شاء الله. بين
انت نانسي؟ ازيك؟ اهلا وسهلا. ده الدكتور مصطفى الهلالي طبعا عارفاه، فرصه سعيده قوي جدا خالص والله. تعالي انا جاي عشان اتكلم معاك. تتكلم معايا انا؟ ايوه. ممكن نقعد شويه؟ لا انتوا ممكن تقعدوا انتوا تتكلموا مع بعض عشان انا في ناس مستنيني تحت. معلش انا مش هعطلك، هم خمس دقايق بس. اوامر حضرتك. اتفضل يا دكتور. تشرب ايه يا دكتور مصطفى؟ لا متشكر، مش عايز اي حاجه. هعمل لك قهوه. اه دي فيها قعده بقى. على فكره الخمس دقايق خلصوا واحنا عمالين نبص لبعض. اتفضل حضرتك. خير؟ في ايه يا عم ما تنطق؟ كلمي بادب يا بنت. سيبيها سيبيها من الصعيد. نانسي من حقيقة تندش لما تلاقي راجل غريب جاي على فجأة كده وعايز يتكلم معاه. لا هو الحقيقة إن أنا بطلت اندهش من زمان قوي، بس خير اللهم اجعله خير. هو أنت عمال تبص لي كده ليه؟ بتشبه عليا مثلا؟ تحب اتكلم انا؟ انا فاهمه كويس ايه اللي بيدور في دماغك، وعارفه انت بتفكر في ايه دلوقتي. انت بتدور لي على دخله بس مش عارف تدخل لي منين، والحكايه واضحه. الفنانه سعاد الصيف اللي هي امي غلبت في تربيتي، وانا بقى بنت ساعه وانتهقها في عيشتها، وغابت اهلي يحاولوا معايا وفشلوا لانهم فاشلين اساسا. تعمل ايه بقى؟ تجيب لي واحد زي حضرتك وتقولي ان هو صاحب ابويا من زمان، يقعد يلف ويدور ويديني في طقم نصايح. عارف طلع في الاخر ايه؟ دكتور نفساني. عارف كانت ايه النتيجه؟ انا اللي جننته، ربيت له الخفيف. تعملي ايه بقى يا مدام سوسو؟ تقوم رايحه للمنقذ؟ مش انت بيسموك كده برضو؟ مش انت بتاع انقذوا الشباب وليك علامات؟ تيجي تديني الكلمتين التمام او ما انا اتصرح في ثانيه وابقى ملاك وبجناحات كمان، مش كده؟ عشان كده انا مش عايزاك تجي تفكيرك ولا تفكيري. الكلمتين اللي بتقولهم لكل شاب وكل فتاه دول قولهم وخلصنا، وتبقى عملت اللي عليك وبارك الله فيما رزق. ولا اقول لك استنى ماما بتجيب لك القهوه قولهم قدامها ويبقى خلاص. انا مش جاي عشان كده. ليه بس كده يا دكتور؟ ما احنا كشفنا ورقنا على بعض وقلنا نتكلم على الابيض. اسمع، لو خايف قوي يعني على سمعتك كمنقذ، انا مستعده ان انا مثل ان انا اتخليت وبقيت اقدم بنت في مصر عشان خاطر مشوارك والله وجيتك دي. صدقيني يا نانسي انا جاي عشان حاجه تانيه. حاجه ايه؟ عشان اعرفك. جاي عشان اشوفك. نتعرف يا باشا. نانسي بهجت ابو الخير، هكمل 21 سنه في اولى تجاره انجلش برج الجوزاء. انت لسه في سنه اولى؟ مش غاوي علامة قوي ومبسوطه كده وما عنديش اي طموح. في حاجه تانيه؟ ممكن انا بقى اسالك سؤال؟ اتفضلي. انت نار على العلم طبعا، والعارف لا يعرف، بس ايه بقى للم الشميع المغربي؟ يعني ايه للم مدام سعاد الصيف الفنانه المعتزله على رئيس حزب الفضيله دكتور مصطفى الهلالي؟ صحيت ابوك بقى ما تقولي انك كنت صاحب ابويا من زمان، حكم ابويا من ساعه ما مات بقى بيظهر له صحاب كتير قوي، بيظهروا فجاه ويختفوا فجاه برضه. انا ممكن اسالك سؤال معاه؟ انت كرهاني ليه؟ انا مش كرهاك ولا حاجه، انا بس خفيفه شويه، وبعدين ولا عايزه اضيع لك وقتك ولا وقتي. انت فاكرني كرسي ولا ترابيزه تيجي تحط له مسمارين وتصلحه وتمشي؟ مين قال لك ان انا جاي اصلحك؟ انت ابتديت تعصبني على فكره. انت عايز ايه بالظبط؟ شايف العلبه دي؟ انا عارفه ان السجاير مدر، وقري على العلبه ان التدخين يدمر الصحه ويسبب الوفاه، وبشربها برضه. تقدر تقول لي ايه فائده النصيحه؟ احنا ما بنلخصش ليه؟ اولا انا اعرف امك من زمان. من زمان امتى بقى؟ 11 سبتمبر 1984. انت فاكر التاريخ كمان؟ الساعه كام بالظبط بقى يا باشا؟ انا ما قابلتهاش غير مره واحده، كان ساعتها عايزه تعتزل الرقص وتستقر وتتجوز، وانا شجعتها. راحت متجوزه بابا الله يرحمه جابتني، يعني انت سبب ان انا جيت الدنيا دي.
حاجة زي كده، عشان كده لجأت لي، ويمكن ده السبب اللي مخليني حاسس تجاهك ببعض المسؤولية. لما عرفت بقى انك متعثرة في الدراسة قلت اشوفك واتعرف عليك. هاتي ست كل حاجة، ولا انا منقذ ولا انا طبيب نفسي ولا حاجة خالص. طيب طالما كشفنا ورقنا كده واتكلمنا يعني بمنتهى الصراحة، انا ما عنديش اي مشاكل وبيس جدا مع نفسي وفي الروقان الجامد كمان. اللي عندها مشاكل بجد هي مدام سعاد أم، هي اللي عايزة ترسم بنت على مزاجها اسمها نانسي، تلبسها زي ما هي عايزة وتأكلها زي ما هي عايزة وتخليها تتكلم زي ما هي عايزة، وفي الآخر تقوم لقطلها عريس قتل متجوز ولها وتبقى كده أوديت. أنا لو عايزة أبطل سهر هبطل، ولو عايزة أصحى بدري مع بتوع اللبن هعمل كده، ولو عايزة أنجح هنجح، بس أنا مش حتة سنسان حد يشكلني زي ما هو عايز. وبعدين أنا كده مبسوطة ومش محتاجة إنقاذ، مزنوق قوي يعني عايز تنقذ حد؟ انقذ أمي من النمل اللي ماشي في دماغها. أنت مش ملاحظة إنك قاعدة تسخري مني؟ وأنا بكلمك بمنتهى الصدق والوضوح. أنا آسفة، أنا عارفة إني مدب، بس أنا بصراحة بشوف كل الناس مهبولين عليك في الشارع حتى أصحابك. إلا أنا، عمري ما تأثرت بالكلام اللي أنت بتقوله. أنت زعلت؟ نازل على الكيت بقى ولا إيه؟ لا أنا ما زعلتش ولا حاجة. بس قولي لي بقى إيه اللي مش عاجبك في اللي بقوله؟ ما تخليني أقفل بق أحسن، عشان بعد كده أخبط في الحيل وأبوظ الدنيا. خبطي، قولي كل اللي أنت عايزاه. بصراحة كده عمري ما صدقتك، بحس إنك أنت بتتاجر باللي أنت بتقوله. يا دي النيلة، أنا قلت لك أنا عكات. بص بيتك ومطرحك. لما تيجي أمي قولها بنتك دي مجنونة مروشة، ها؟ هوبليس كيس، مفيش منها أمل. أه يا خالد، أنت تحت؟ طب أنا هسيب عربيتي وأركب معاك. يلا باي باي. سلام بقى، ها؟ باي. هي نزلت برضو؟ شفت يا مصطفى؟ شفت البنت عاملة ازاي؟ اوعى تسيبني يا مصطفى، اوعى تتخلى عني. انت ما بتردش عليا ليه يا مصطفى؟ نانسي بنتي يا سعاد. حسيت بيها يا مصطفى، عرفت اني ما كدبتش عليك. انا جاي كنت بتمنى لما اشوفها احس انها غريبه عني. قبل ما اشوف نانسي يا سعاد كنت حاسس انك بتكدب عليا، ولفيت على الشلة واحد واحد، هشام وفاروق وعمر الصفتي، محدش اداني وعدنا. فاهم؟ قلت اجي عشان اقفل على الموضوع ده نهائي. لكن لما شفت نانسي قلبي انخلع من جوه صدري. أوقات إحساس الواحد بيبقى أقوى من أي دليل مادي يا سعاد. الغريبة إن نانسي هي الوحيدة اللي قابلتها ولقيتها كرهاني، مش مؤمنة بأي كلمة بقولها. مصطفى الهلالي للدنيا كلها والشباب كلهم مصدقينه، بنته الوحيدة اللي مش مصدقاه. بتزعلش منها يا مصطفى، هي مش عارفة بتقول إيه. ازعل ازاي بس يا سعاد؟ انا عارف هي كرهاني ليه. مش بقولك احساس الواحد بيبقى اقوى من اي دليل مادي؟ هي حاسه ان انا المسؤول عن الضياع اللي هي فيها. معقول رجعت بالسرعه دي؟ آسف إني رجعت في الوقت ده، بس
بس غصب عني اصلي نسيت الكاسيت والشريط فيه ولازم اسلم الموضوع الصبح. الكاسيت ثانيه واحده اشوفه. انا اسف جدا للمره التانية. تصبحوا على خير. وانت من الاهل. انا اسفه قوي يا مصطفى. تعال اقعد استريح. اعمل لك شاي ولا قهوه؟ لا قهوه تقدر. يا نهار اسود الساعه 2 صباح. عند هشام وفاروق وعمرو الصفت اصحاب بتوع زمان لوش الفجر. طب مش تكلمنا بالتليفون حتى اطمنا عليك؟ معلش الكلام خدنا. سافر يا رب. الحمد لله ده احنا قضينا يوم يعلم بيه الا ربنا. ايه ده ما خايفين عليك كده ليه؟ ما كناش نخاف عليك يا مصطفى، بس نخاف على مين؟ ده ايه اللي فكرهم بيك بس اليومين دول؟ لا ولا حاجه، ما عارف ان انا داخل الانتخابات حبوا يقفوا جنبي. يعني هشام بقى وكيل اول وزاره الزراعه، وعمرو الصفتي عنده قناه فضائيه، وفاروق بقى رجل اعمال كبير قوي. اصحاب بيجاملوا بقى لغايه دلوقتي. ما عندهمش بيوت دول ولا ايه؟ ما هو الحظ بقى، وانا راجع العجله فرقعت وقفت الحفه. الحمد لله يا مصطفى ان احنا اطمنا عليك. يلا يلا يا اولاد، انا هروح بقى احضر لكم لقمه، الاولاد ما كلوش من الصبح. يلا يا زينب. لا النهارده يوم عبد الحميد، انا هقعد مع بابا لانه وحشت جدا. هقعد ابص فيه لغايه اما الاكل يخلص. يلا يا عبد الحميد. يا ابني انت اللي ليا في البيت ده، اصل البيت ده مقسوم حزبين، حزب هناء وعبد الحميد والهلالي وزينب. الهلالي يكسب. شايف؟ يلا يا حبيبي يلا. ماما لو هقشر بصل هنشق وانضم لحزب ابويا. بابا انا عندي ليك مفاجاه تجنن. ايه؟ تعالى انا اقول لك. اتفضل يا بابا. انا كتبت قصيده. ايه ده بجد؟ ما انا ما اقدرش يبقى نفسك في حاجه وما اعملهاش. ازاي يعني يبقى بيت الهلال ما يطلعش منه شاعر او شاعره؟ طب يلا سمعيني. بس انا مكسوفه. انت كتبتها بالفصحى ولا بالعاميه؟ هي بصراحه بالعاميه. تمشي؟ تمشي جدا، المهم المعاني الصور اللي فيها. طب ما تبصليش وانا بقراها عشان ما اتلخبطش. اتفضلي. قولي لي الاول، هو نوع القصيده ايه؟ وطنيه؟ عاطفيه؟ ايه، غزل؟ هي غزل. غزل في مين يا بنت جنتي؟ طب استنى اسمع الاول. الله، بحبك وحاسه واكيد انت حاسس، بحبك وبرفض يكون ليا منافس، ولا حد يطمع شويه في حنانك، ولا حد ابدا يشاركني فيك. بحب ابتسامتك ونظره عينيك، وارفض تماما يكون لي شريك. بحبك وانا لسه في المدرسه، وطول ما انت راضي انا كويسه. ما افتكرش اكتب غزل غير في بابا، لانه حنين واخر طيابه. كتبت القصيده وقلت اسمعوها، ونفسي ان كل البشر يحفظوها،
مفيش أحلى من بنت تكتب لأبوها. برافو يا الكلام ده حلو. أنت برضه ممكن تصدقي إن في حد في الدنيا يشاركك فيه. أنا مش عايز بوعد ولا إيه؟ بابا. نعم. أنت في حاجة مضايقاك؟ لا 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 مفيش حاجة. وأنت داخل كانت عينيك حمراء أوي. لا أكيد طرفت أو عشان سهران دلوقتي أنا عمري ما سهرت كده. خلاص يبقى أنا مش هتخصص أطفال. أنا هتخصص عيون عشان تبقى شغلتي العيون الجميلة دي ما تحمرش أبداً.